وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيسة الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض وسعادة الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعوديه بالانابه لدى مملكه البحرين والسفير خليل يعقوب الخياط السفير بوزاره الخارجيه وعدد من كبار المسؤولين في وزاره الخارجيه